خوتي متابعي الأفاضل في كل قارات العالم، السلام عليكم بدون استثناء. خوتنا معظمكم شاف اليوم على الأخبار يعني هذه الشاحنة اللي أو مأساة 39 جثة داخل حاوية، وهي شاحنة يعني دخلت أبحرت من ميناء زيبروغ البلجيكي في اتجاه بروفليت البريطاني. يعني الشرطة اتصلوا بها أمس، أنا اليوم صباح اليوم حوالي الساعة 41 دقيقة 2:20 صباح، الشرطة تحصل على مكالمة هاتفية واتصل بهم شخص وقال لهم باللي راهم راهي شاحنة فيها موتى في منطقة صناعية. يعني الشرطة راحت يعني لهذيك المنطقة ووجدت يعني الأشخاص 39 موتى داخل الحاوية تاع الشاحنة كما راكم تشوفوا، من بينهم واحد يعني مراهق ما قالوا لا ذكر لا أنثى. خوتي كما تعلموا أن الجزائريين وخوتنا المغاربة بالخصوص وخوتنا يعني السوريين وغيرهم يستعملوا تلك المنطقة، يعني منطقة معروفة ميناء بلجيك يعني مش محسوس بزاف، ويجوا من ثم وهو زيبروغ البلجيكي، ومن ثم يعني يقطعوا. يعني صراحة انتظروا في سماع الأخبار، يعني ما ذكروش الشرطة البريطانية ما ذكرتش الجنسيات، ذكرت العدد وقالت في البداية أنه شاحنة جاية يعني مرقمة بترقيم بلغاري. تم القبض على السائق وهو إيرلندي 25 سنة من إيرلندا الشمالية، واسمه مو روبنسون من بورتا داون هذه في إيرلندا الشمالية. تحقيقات متواصلة مع السائق وأيضا لمعرفة جنسية الضحايا يعني 39. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني خوتنا نصيحتي لكم يا خوتي، أنتم كاين الناس ما يسمعوش، يا أخي تروح تحرق في البوطي كما يقولوا، تركب كاميو وتموت ومن بعد تخلي والديك يبكوا وامك تبكي. يعني شوف يا اخي، شوف هذا الطريقه، هذا انتحار. الغالب نعرفوا الظروف تاع البلاد، نعرفوا واش راه يصري في البلاد، هذه رساله للمسؤولين كذلك، لكن يا اخي ما تديش نفسك للتهلكه، راك مسؤول على نفسك. تصور هذو في 39، يعني اكيد اكيد فيهم جزائريين ولا عرب. لا حول ولا قوه الا بالله. خوتنا واش نقول لكم، يعني صراحه يعني حادث مأساوي هذا، الواحد يوجع قلبه بزاف كي يشوف يسمع الاخبار هذو. المهم في انتظار يعني اخبار يعني من اين الجنسيات هذو، وكما تشوفوا نخليكم هذه، هذا كما راكم تشوفوا هذا وثائق الشاحنه، هذه الشاحنه والشرطه، هذا الشرطه اللي دارت اسم كما نقولوا ندوه صحفيه يعني سجلتها اليوم الصبح. فنخليكم على المقطع هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خاوتنا ادعوا لخاوتكم إذا كانوا فيهم توعنا، ربي يرحمهم، وكذلك الآخرين الله يصبر والديهم. ويعني حاجة حزينة جدا جدا جدا، ربي يصبر أهليهم. و بقينا ما نقولوا، والسلام عليكم خاوتي. Shortly before 1:40 a.m. today, we received reports that a number of people had been found inside a lorry's container at the Waterglade Industrial Park on Eastern Avenue in Grays. We believe the lorry is from Bulgaria and came into the UK through Holyhead on the 19th of October. Emergency services attended, but sadly all 39 people inside the container had died. Early indications suggest that one of these people was a teenager, the rest are believed to be adults. A murder investigation was launched, and the lorry driver, a 25-year-old man from Northern Ireland, was arrested on suspicion of murder and remains in police custody. At this stage, we have not identified where the victims are from or their identities, and we anticipate this could be a lengthy process. I would like to thank the local community, and in particular those who have been directly affected by the police cordon at the industrial site.